أعلنت 7 جمعيات نسوية في المغرب عن تأسيس تنسيقية مشتركة بهدف المطالبة بتغيير شامل لقانون الأسرة، ويستهدف التغيير المطلوب القوانين التمييزية ووضع خطة عمل مشتركة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في قانون أسري جديد. وكأن الشرخ بين الآباء والأبناء في مسلسل وجع التراب أحد أشهر الأعمال الدرامية في المغرب ظل يرافق بطلة هذا المسلسل الشهير بدور تيكا الفنانة المغربية جميلة الهوني. فمن خشبة المسرح ودور السينما وشاشات التلفزيون إلى معاناتها الشخصية كأم تطالب بالولاية الشرعية على ابنها من طليقها الفنان أمين الناجي البطل بدوره في نفس المسلسل. مدونة الأسرة في المغرب فيها واحد الحيف كبير اللي ضد المصلحة ديال الطفل في الدرجة الأولى وضد المرأة الحاضنة. جميلة الهوني تطالب بإسقاط ولاية الأب الشرعية لطليقها عن ابنها والحصول على حكم استعجالي يسمح لها بالسفر وبالتصرف في أوراق ابنها الإدارية، وهي واحدة ضمن مطالب رفعتها تنسيقية خاصة تطالب الحكومة المغربية بتغيير شامل لبنود مدونة الأسرة. في العمل النسائي وعمل ديال الجمعيات النسائية والحقوقية وقفنا يعني بعد 18 سنة من صدور المدونة سنة 2004 على مجموعة أو على ضرورة إصلاح جذري للمدونة، ويعني مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء الموجودة من داخل القوانين. تقييد تعدد الزوجات ومنع زواج القاصرات وتفعيل قوانين اقتسام الممتلكات بين الزوجين وتعديل بعض بنود قانون الإرث ضمن مطالب التعديل، لكن رأي الشارع ينقسم حيال ذلك بين مؤيد لتغيير القوانين وبين متحفظ. كاين مجموعة ديال البنود والفصول اللي خصها يتم إعادة النظر فيها، ماشي مسألة ديال هي بناء على الواقع وبناء على التدبير اليومي ديال المحاكم قضاء الأسرة. وإن مرارا بغيت أن القانون يكون يعني في صف المرا ما يكونش ضدها، بغينا تغيير. المدونة الجديدة اللي دابا الأسرة راه في الصالح ديال كسميتو صالح ديال المرأة وفي الصالح ديال الدراري، ولكن بالنسبة للراجل واكل العصا شوية لا صارف. سد ما وصفه حقوقيون بنواقص قوانين مدونة الأسرة التي أبان عنها التطبيق أصبح يفرض تعديلها ومطابقتها للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق النساء والطفل. بعد 18 سنة على إقرار مدونة الأسرة في المغرب التي شكلت حينها ثورة حقوقية، يرى حقوقيون أنه حان الوقت لسد ثغراتها ونواقصها وإقرار نصوص تشريعية جديدة تحفظ شمل الأسرة وحقوق المرأة ومبادئ الإنصاف والمساواة. فاطمة أبو غنبور، الحرة، الرباط. من العاصمة الرباط معنا عاطفة تمجردين نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. أستاذة، يعني في حال تم وضع قانون للمساواة بين الرجل والمرأة، قانون أسري جديد، إلى أي مدى ممكن تطبيقه بعدالة؟ شكرا. طبعا كل قانون يتطلب مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تطبيقه بدقة وتفعيله على أرض الواقع، باعتبار أن القانون هو طبعا نصوص، وهذه النصوص قد تظل في بعض المرات مثالية، في حين أننا في حاجة إلى سياسات عمومية لتنزيل هذا القانون. بالنسبة لمدونة الأسرة، أننا بعد 18 سنة كانت هناك مواد جميلة جدا وتعبر عن انتظارات النساء، ولكن تطبيقها كان فاشلا. نعطي مثال بسيط، هو كل ما يتعلق باقتسام الممتلكات الفصل 49. إذا نتمنى أنه بعد المراجعة الكلية والشاملة يجب أن يكون هناك مجموعة من التدابير للتفعيل، وهذه المسألة غير صعبة إذا ما كانت هناك إرادة، باعتبار أن القانون دائما أنه يستجيب لمطالب وكذلك لحاجيات النساء والرجال من أجل ضمان كما قلنا نحن المساواة والعدل في كل الحالات والوضعيات. طب ما هي أهم الثغرات الموجودة في مدونة الأسرة التي يجب سدها الآن بأولوية؟
أكبر ثغرة عانينا منها هي ما يتعلق بتزويج الطفلات الفصل 20. كذلك اقسام الممتلكات باعتبار أن الوثيقة كانت فقط مرافقة. مشكلة الولاية، النيابة الشرعية المرتبطة بالولاية القانونية التي تعطى فقط للأب. كل ما يتعلق كذلك بالطلاق، هناك أنواع من الطلاق، في حين الطلاق الذي طبق هو الطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق. كذلك الحضانة التي يتم إسقاطها عن الأم عندما تتزوج. إذن في هذا الإطار يمكن أن نقول أنها، وكذلك الفصل 400، هذا الفصل الذي يقول بأنه كلما كان هناك مشكل يمكن أن نرجع إلى المذهب المالكي. يعني تقصدين أستاذة عاطفة يتم أستاذة عاطفة يعني تقصدين إسقاط الحضانة عن الأم إذا تزوجت بغير زوجها السابق، هل هذا صحيح؟ نعم، المرأة الأم المتوفى إنها إذا ما تزوجت طبعا بعد سن السابعة، قبل سن السابعة ليس هناك أي مشكل، ولكن بعد سن السابعة طبعا تسقط حضانتها. نحن نقول بأن الحضانة يجب أن تكون موزعة بين الأم والأب، وكذلك الولاية القانونية أثناء الزواج بين الأم والأب. وطبعا هذه القضايا كلها انها غير لا تتلائم نهائيا مع الواقع الذي نعرف بان الامهات مثلا فيما يتعلق بالدراسه، فيما يتعلق ببعض الوثائق الاداريه، فالنساء مسؤولات، النساء راعيات للاسره، فبالتالي ان هناك هذه المسؤوليه يجب ان تكون مشتركه. نحن عندنا شكرا للاستاذه عاطفه تمجردين نائبه رئيسه الجمعيه الديمقراطيه لنساء المغرب، شكرا على هذه المكالمه.